بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا أعزائي المشاهدين، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. مثل ما وعدناكم بسلسلة تعليمية عن لعبة رايز اوف نيشن، اللعبة الاستراتيجية الجميلة جدا جدا جدا. طبعا اليوم الدرس كلش مهم، راح نتعلم هواي شغلات مهمة عن لعبة نهضة الأمم. أصدقائي، راح ندخل للقائمة. أول شي ندخل على سولو جيم، بعدها على كويك باتل. راح تظهر عندي هاي القائمة، هاي القائمة اللي راح نشرح عليها اليوم. طبعا هاي القائمة كلش مهمة بالنسبة لهاي اللعبة، راح نتعلم اليوم شلون نشرح بيها. عن هاي القائمة تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هذا، طبعا هذا القسم من خلاله راح تختار الحضارة أو الجيش اللي أنت تريده أو الدولة، وتختار بقوة القوة، يعني قوة الجيش اللي انت تريد تلعب وياهم. وبهاي القائمة الثانية، بها عدة خيارات تقدر تختار من عندها: الخريطة وحجم الخريطة، سرعة اللعب، والجيم روليز. والقائمة الثالثة، هاي القائمة الثالثة خصائص اللعب. اما القائمة الرابعة هاي فراح نختار بها خصائص الجيوش، راح نجي عليهن وحدة وحدة. نجي اول شي على القائمة الاولى، هاي القائمة الاولى. طبعا مثل ما تشوفون اكو عدة خانات. الخانة الاولى اللي هي خانة اللاعب اللي انت السيرفر مالتك، طبعا هو الخانة الاولى هي السيرفر اللي تابع لك. انا مسمي السيرفر مالتي اسبيريا، وهنا بالسيرفر اللي هو تابع لك بعدة خيارات. الخيار الأول اللي هو أنت تقدر أول واحد تخليه تلعب أنت بجيشك. الخيار الثاني اللي هو هوميان كنترول أوف، هذا من تخليه هيجي راح كلهم الجيوش اللي أنت مختارهم، كل الجيوش اللي أنت مختارها راح تكون أنت مسيطر عليها باللعب، يعني كلها حصلتها تحت سيطرتك. يعني من الدوس ستار تبدأ اللعب كلهم راح يكونون تحت سيطرتك أنت، يعني ما يعني ما يقدرون كل شيء يبنون، ما يقدرون كل شيء يسوون الا انت تأمرهم. بينما من تختار كمبيوتر كنترول ال بهذا الخيار، هنا راح يتحولون كلهم الى كمبيوتر. انت من تدوس ستار وتبدي تلعب راح تشوفهم هم يلعبون وحيهم، انت كل شيء ما تقدر تسوي، بس تباوع عليهم كل شيء ما تقدر تسوي وياهم، هم راح يلعبون وحيهم. هذا الخيار الثاني. الخيار الثالث كمبيوتر، بس من تخلي كمبيوتر هنا انت خاص بس بهاي وحده كمبيوتر بس بهاي. بينما لان البقيه تقدر تختار انت تتحكم بهم، تشوف لان تتحكم بهم ثلاثتهم، وهذا الكمبيوتر وحده تقدر هيك تتحكم انت. بينما انا اخلي اول واحد انا اتحكم به اللي هو سيرفر مالتي، والبقيه اقدر اختار واحد واحد. مثلا عندي هذا الجيش، هذا الجيش اللي هنا اكس باك، هذا الجيش اكس باك اقدر اخليه كمبيوتر، اقدر اخليه كمبيوتر روش او كمبيوتر بوم. طبعا كل واحد من ذني الا خاصيته، بس كل ما توصل للنهاية راح يكون اقوى. اللعب مال الكمبيوتر راح يكون اقوى من القبله، فاني دائما اختارهم كمبيوتر بوم كمبيوتر بوم كمبيوتر بوم. هذا الكمبيوتر بام هو يعطي خاصية للجيش انه يصير كلش قوي ويبني اكثر واقتصاده يصير اقوى. طبعا من هذا اللي هو اوذر نيشن تقدر تتحكم بعدد الجيوش اللي انت تريدهم يلعبون، تقدر كلهم تخليهم كمبيوتر بوم كمبيوتر رش كمبيوتر بس، او تخليها مثلا تتحكم بواحد من ذول يصير تتحكم بيه، يعني تتحكم بجيش، يعني مو بجيش واحد. هاي بالنسبة لهاي الخانة. نجي على الخانة الثانية اللي هي اسمها نيشن. خانة نيشن مكونة من جيوش، هاي الجيوش كلها قدامك انت جاي تشوفها. طبعا الجيوش تبدي من هنا، من امريكا، من اكس العفو من اكس باك الى تركيا. من هنا تبدي اكس باك هو اختيار عشوائي، امريكا تختارها استازيا بانتيو بريتش تشاينا ديز اللي هي هولندا ايجيبت مصر فرنسا جيم جيرماني جريج
اليونان وهكذا إلى أن توصلت تركيا. كل جيش من هذين الجيوش موجودة هو يعتبر له خصائص معينة، يعني ما جاي من فراغ، لا هذا كلهن ماخذين من التاريخ وعارفين كل دولة لها خاصيتها الحقيقية، يعني مو من عندهم هم المصممين حاطيها، لا خصائص حقيقية موجودة بالحضارة اللي هي موجودة حاليا يعني بالواقع. فأنت تختار الدولة اللي تعجبك اللي تشوفها مناسبة بخصائصها. مثلا نضرب مثال، مثلا فرنسا، فرنسا بها 4 خصائص. واحدة من الخصائص الموجودة انه يكون عندك الخشب نسبته عالية فرنسا. مثلا جرماني المصانع كلش قوتها عالية، المصانع وانتاجها عالي وهكذا. غريق نسبة العلماء عندهم، العلماء فول يعني. كل دولة لها خواصها، مو بس خاصة، مثلا كل دولة 4 خواص، دولة 3، دولة 2، مثل ما تشوفون انسيد بيها 3 خواص. فبني الدول انصحك تلعب عليهم كلهم، يعني تجاوبهم واحد واحد. هاي بالنسبة لقائمة نيشن. بينما هاي قائمة كولا، قائمة كولا تختار اللون اللي يعجبك. نجي على قائمة ديفكولايتي. هنا هاي القائمة تختار مستوى اللعب، اذا انت مبتدئ خليه على الانجليزي، بينما اذا انت يعني عندك خبرة بيها بسيطة تقدر تخليه على اصعب شيء او هاي قبل الصعب احسن لك. هنا التيم، التيم هنا كلش مهمة. تختار مثلا التيم مالتك، مثلا هنا انت تختار رقم واحد، وهنا تختار رقم واحد هذا يصير وياك، يعني تختار رقم واحد وهذا رقم واحد يصير وياك. بينما اذا ما خليت رقم واحد هذا راح يصير مستقل ما يتحد ويا اي شخص. مثلا هذول كلهم خليناهم مستقلين ما لهم شغلة باي جيش، كل واحد يلعب وحده. بس من تخلي تيم كل واحد تيم ويا، مثلا هذا تيم رقم 2 وهذا رقم 2، هذول اثنيناتهم راح يصيرون تيم واحد يلعبون ضد البقية، ما يتفارقون ابد. هاي بالنسبة لهاي القائمة. هاي القائمة هسه كملنا شرح عليها، نجي على شرح القائمة الثانية. عفوا القائمة الثانية مننا تيمز اند الينز. هاي مننا اكو دبلوماسي، من تخليه دبلوماسي بهذا الشريط بها عدة اوامر طبعا لان كلهن. اول وحدة دبلوماسي، دبلوماسي من تخلي عليها راح يذني عندك المربعات راح ينغلقن، ما تقدر تسوي تيم. شوف يعني من تدوس عليها ماكو، ما تقدر تخلي اي تيم مثل ما تشوفون. اما الثاني سيفتيك اوف، هو نفس الدبلوماسي ما يختلف عن شيء، مثل ما تشوفون هو نفس الحالة. اساسين لن تدوس عليها راح تنفتح عندك هاي النافذة، راح تنفتح عندك هاي النافذة مفتوحة نخليها، بس راح تبقى هاي مسدودة. هاي من خاصية هاي الاساسين، هاي بيها خاصية انه هاي تنفتح بس تبقى من مسدودات. خاصية الباربرز ذا جيتس، هاي هنا الخاصية طبعا هاي انصحك انت ابدا تخلي عليها، يعني هاي الخاصية راح تخلي لك دول الجيوش كلهم تيم واحد، هاي الجيوش كلهم راح يخليه تيم واحد. وبنفس الوقت راح يعطيك ليميت، تايم ليميت، تايم ليميت تخليه الوقت المحدد لك. في حالة خليته مثلا 90 دقيقة وما وصلوا العاصمة، ما وصلوا العاصمة الدولة مالتك، في حالة 90 دقيقة وما وصلوا دول الجيوش كلهم انت تنتصر بالمعركة بهاي الحالة. بينما اذا وصلوا للعاصمة قبل هذا الوقت واحتلوا جيشك واحتلوا دولتك انت في حالة تعتبر خسران. فانت مثلا تخلي مثلا جد الوقت اللي تريده حتى قبل ما يخلص الوقت التفايز تكون، ما تخليهم يوصلون. فانت اختار الوقت اللي يعجبك وتلعب بهذا التيم. هنا تيم اوف تو او تيم اوف فور نفس الشيء، بس يعني يختار مثلا الاعداد، تختار الاعداد مثلا مو لا اكثر ولا اقل. هنا عندنا وصلنا لكويست دبلوماسي وكويست تيمز.
كويستم تيمز هو نفس ذا كويستم ديماسي، ماكو اي اختلاف. راح اشوف يعني مثلا هنا راح تنفتح لك هاي التيمات، تقدر تختار مثلا التيم اللي انت تريد وياك او ضدك، يعني ماكو مشكلة بيها. نفس الحالة بكويستم. نجي على الماب ستايل. ماب ستايل هنا تختار الخريطة، تختار الخريطة اللي انت تريد تلعب عليها. هنا شوف هاي من الخريطة، تبدأ من هاي الخريطة تبدي إلى أن توصل للنهاية. اختار الخريطة تعجبك. أما عن هذا اللي بها علامة زر، فمن تدوس عليها هي عشوائيا راح تختار لك الخريطة، هي اللعبة تختار لك الخريطة. هاي بالنسبة لهاي الخانة، العفو هاي الخانة. بالنسبة للخانة ماب سايزي، هنا الماب سايزي حجم الخريطة. إذا أنت مختار مثلا جيشين، تقدر تختار منه سمارت 2 أو 3. إذا أنت مختار مثلا 4 جيوش، منها تختار السمول مالتها 4. إذا أنت مختار هنا 5، هنا السمول راح يكون 5 إلى 6. إذا أنت مختار هنا 7 أو 6، أنصحك تخليها بيج. ها بيج يعني أكبر شيء. هاي بالنسبة لهاي الخانة. بالنسبة للخانة الجواها بيك جيم سبيد، هنا سرعة اللعب. سرعة اللعب كلش مهمة، لا تخليه فيري سولي ولا سولي ولا فاست، لا تخليه سلاو، العفو لا تخليه سلاو. اللعبة راح تكون كلش بطيئة وتصير مملة يعني حتى ما تلعب. وإذا تخليه فاست راح تصير كلش سريعة وما راح تقدر تلعب براحتك، فأنصحك تخليه نورمال. نورمال أفضل شي. نورمال هنا نجي على جيم روليس. هنا طبعا عندنا الخيارات هي نفس الخيارات الموجودة هنا، هاي برابر ذا ريست وفاست جيم فأتر وأسنسينج، فتخليه على كويستوم حتى تنفتح لك هاي، حتى تنفتح هاي النافذة. هي طبعا كانت مسدودة، من تخليه على ستاندر تنسد، بس من تخليه على هاي الثانية عفوا راح تنفتح هاي النافذة. من تنفتح هاي النافذة طبعا هاي كلش مهمة، احنا قلنا عليها هاي كلش مهمة، نختار خصائص الدولة او الجيش. هنا خصائص اللعبة، هنا طبعا عندك سمول توين، ستارت وذ سمول توين. يعني شنو؟ انا اقول لك يعني شنو. هنا سمول توين من تخليه على نوميد تقول له ستارت، راح اشوف ايش راح يطلع لك. انتظر شوية. طبعا هاي هنا يعطيك الصور مال الحضارة اللي تحت تلعب بيها، هاي حضارة روما. وهنا راح يطلع لك الجيوش اللي راح تلعبهم. طبعا هنا بشوف انت يطلع لك عدة عمال بالخريطة. بنتخليه على هذا الخيار وتبني المدينة بيها. هنا مثلا تبني المدينة، انت بإمكانك تبني بثلاث أماكن، بإمكانك يعني تبني بعدة أماكن. هنا نعطيك ثلاث مكانات حتى تقدر تبني بيها. شوف العامل اللي يعجبك، شوف اكو عامل هنا وعامل هنا وهذا عامل هنا. مثل ما تشوفون يعني دا يبني المكان، دا يبني بالمكان اللي هو واقف بيه العامل. كل الدول جاية تبني ببيوتها. احنا نطلع حتى نرجع للقائمة ونشوف البقية. شفتوا ستارت ويذ شلون كانت؟ من نخليه على سمول تاون ونشوف شلون صارت. طبعا قبلها ما نصحك تلعب عليها، تلعب على هاي. شوف جاهزة مبنية تجيك. هذا البيت مثلا بيت المكتبة، طور من عنده مثلا، وهذا المستكشف تطلع على هاي.
تشوفون يعني شلون تيجي انت تختار المكان، بينما هاي ثابتة، انت ما تختار مكان، هي مكانها ثابت، انت عليك بس تبني وتكمل البنيان. رجعنا هسه للقائمة مرة ثانية. سبل تاون اذا تخليه على ليجر تاون، هاي ليجر راح نفس الشيء مال سمول، بس مجرد انه اكو ابراج حماية راح تصير على البناية مالتك، بس مجرد ابراج حماية بس، ماكو اي اختلاف. بينما هاي سيتي هي نفس الشيء، راح تكون نفس هاي، كل شيء ما راح يختلف ابد، كل شيء ما راح يكون مختلف. زين نفس سمول تاون، بس انا انصحك انت تخليه على ليجر تاون، هاي ليجر تاون احسن لك، حتى بيها ابراج مراقبة للحماية. نجي على الريسيرسرز ستاندر، هنا عندك وكلو وكو اكس في 2 اكس في 3 اكس في 4، راح تقول لي شنو هاي، ما افتهمت اي شيء. هذا عندك الاقتصاد مالتك او الموارد، هي ترجمتها الموارد، الموارد مالتك تلها ضعيفة طبيعية مضروبة في 2 في 3 الموارد، لو في 5 في 10 في 20، ماكو موارد او واكو موارد، مو ماكو بس شنو يعني، كلش هواي يعني مو طبيعية وكلش هواي، انفينيتي موارد لا نهائية. طبعا بنخليها هاي على هاي انفينيتي، هاي كلش مهمة، بنخليها على انفينيتي، انفينيتي العفو، ما يعني ما راح ينتهي الاقتصاد مالتك، ماكو داعي تطلع عمال وزرع، يعني ماكو داعي، هو اصلا اقتصادك راح يصير ما لا نهايه، فماكو داعي. فاذا خليت على اللعب ما راح يصير كل حلو، ماكو داعي تخليه، يعني انا انصحك تخليه على ستاندر او في 2 اذا كلش انت بعدك مبتدئ خليه في 2. اما عن البقيه فنفس الشيء، يعني اقتصاد عالي وسط موارد واطئه. انا بالنسبة لي خليه على ستاندر، يعني عند ستاندر احسن شيء. اما نجي عن التكنولوجي، التكنولوجي تريد التكنولوجي يصير رخيص وسريع او رخيص فقط، وتريده طبيعي وسريع، لو طبيعي فقط، لو طبيعي وبطيء، لو تريده يعني اكسبنسيف وعالي وبطيء العفو، احسن شيء تخليه نورمال، كلش طبيعي. زين لا تلعب بهاي التكنولوجيا، خليها كلش طبيعي، احسن شيء خليها التكنولوجيا طبيعية. اما عندك الريفيرفال ماب، يعني كشف الخريطة، كشف الخريطة شلون تريد كشف الخريطة، راح تخليه على اكس بلور، نو اليوز هو نفس الشيء، نفسي تمام نورمال، نو اليوز نفسي تمام نورمال. او اكسبلور او يستكشف يعني، او الف يلا مو مشكلة. شوفوا شباب شلون سرعة الخريطة كلش مكشوفة، يعني تقدر تشوف عدوك. شفت هاي الابراج شلون قلنا عليها بذيجا، دائما يصير عندك ابراج حماية خلف المدينة مالتك، يصير عندك ابراج حماية للدفاع عن مدينتك، هاي للمبتدئين طبعا، للمبتدئين يصير عندهم مثل ما تشوفون شلون تصير. نرجع هسه للقائمة، كويك باتل، شفنا هسه شلون من غيرنا الكشف مالتها شلون صارت، نخليها نورمال. حتى شنو انت تستكشف الجيوش، انت تستكشفهم مو ظل تباوع انت ايش يسوون ما يسوون، وبالتالي ما راح تركز بلعبك. نجي على الشريط هذا او القائمة هاي هنا عدد السكان، عدد السكان دائما خليه اعلى شيء، اذا تريد تخليه عدد السكان 50 75 100 بكيفك، بس انا انصحك تخليها على شيء حتى يصير عندك جيش اكثر بناء اكثر.
نجي على هاي. طبعا هاي مو كلش مهمة، يعني ما لها أي أهمية هاي أبد، خليها ستاندر طبيعية، ما تأثر على أي شيء، يعني ما حتى لو تخلي أي تختار أي واحدة ما راح تأثر أبد، ما لها أي أهمية هاي. هاي كلش مهمة، هذا الخيار اللي هنا كلش مهم. راح تقول لي شلون؟ اقول لك هذا من تختار اول شيء هذا الخيار اول واحد وتختار هذا النهاية، هذا اول واحد ستار ايجي هو بداية الحضارة اللي راح تبدأ من عندها، بداية العصر مثلا، اكو العصور القديمة كلش، هاي اول واحد العصور القديمة كلش، العصر اللي راح تنتهي بيه اللي هو information again، هذا نهاية العصر. مثلا انت تريد تبدي من العصر القديم كلش، خليه على هذا، وتريد تكون النهاية مثلا بعصور الوسطى، النهاية راح تصير بالعصور الوسطى نهاية اللعب، ويتوقف يعني يتوقف التطوير بعد ماكو تطوير، البداية تكون من العصور القديمة، التطوير يتوقف بالعصور الوسطى بعد ماكو اي تطور، يتوقف كل شيء. بينما اذا انت تريد تلعب بنفس العصر اند اند اجي، خليه على كلاسيك او اجي. اذا ما تريد مثلا تبدي من العصور القديمة تروح على ستارت اجي، تبدي من العصور البدائية، هي من البداية تبدي من انفورميشن، هو نفس العصر راح يكون، ما راح يتغير شيء لا من البداية ولا هبل، العصر الحديث. يعني هسه انا اقول لك الشغل، نبدي نقول ستارت، طبعا هاي ما راح يطلع لك، نخليه على العصور الحديثة، لا اكو بداية ولا ابد، تشوفون شلون صارت بنايات حديثة، تشوف شلون بنايات حديثة، هذا جندي قناص هذا صار، يعني احنا بدينا من العصر الحديث ما بدينا من العصر القديم، اكو نفط اكو علوم اكو حديد، بدينا من العصر الحديث يعني، حتى لو واجد تغيرت شو ما شلون تغير يعني، يعني واجد تغير ما كثر متغير، صح اكو ثاني تقدر تبدي بيهن بس يعني مو توصل للنهاية بالتطويرات. تعال قائمة نرجع للقائمة، احنا هسه قلنا عليها بداية العصر اللي تبدي من عنده، وهذا نهاية العصر اللي ينتهي به. اما عن البقية عندك بقية الخيارات لان مو مهمات، لاني انا ساكت العب لان ماكو اي اهمية بين، انا جربتهن وماكو اي اهمية. بس احنا عندنا هاي الخانة خلصنا من عندها، نجي على الخانة اللي بعدها اللي هي هاي. طبعا بهاي الخانة راح نشرح ذني المربعات، كل مربع له وظيفة معينة. عندك المربع الأول سيفي بروبلاين، يعني تقدر بهذا تخزن الجيم، يعني تلعب وأثناء اللعب مثلا أنت تريد تطلع من اللعبة تقدر تخزن الجيم، التو يعني مثلا تريد تطلع من اللعبة مثلا وتريد تخزنه، بعدين ترجع تكمل الجيم تخلي إشارة على هذا حتى تقدر تخزن الجيم. أما يعني شو راح يسوي هذا؟ يعني هذا الخيار يتيح لك التركيز على اللعب أكثر من التركيز على جمع الموارد. مرات أنت تركز على جمع الموارد، تركز على شلون تبني اقتصاد، بس من تخلي إشارة صح على هذا ما راح تركز جمع الاقتصاد، لا راح تركز بس على اللعب، يعني هو شو اسمه يخلي لك الاقتصاد قوي مو 100% وإنما يساعدك. عندك المربع الثالث اللي هو نو نيشن بور، هذا أنا صح تخلي عليه صح أبد، إذا حتى إذا عليه صح الصح شيء يعني عنده، لأن هذا يشيل لك الخصائص مال الحضارات، الحضارة يشيل لك الخاصية مالتها، وبالتالي هو أهم شيء باللعب هو خاصية الحضارة يعني اللي أنت تختارها مثلا أو الدولة، إذا حطيت صح على هذا راح يشيل لك الخصائص، وبالتالي بعد ماكو أي فائدة.
فلا تخلي عليه صح. هذا كذلك راح يشيل لك خاصية الدولة. اكو مرات يصير عندك وحدات كلش مهمة، مثلا عندك اليابان عندهم قوة الساموراي، ذول الساموراي قوتهم كلش مهمة بهاي اليابان، دولة اليابان عفوا. فانت ما تخلي على نو يونيكي يونيت، راح تنشال الخاصية مال الساموراي من عندهم. فانت لا تخلي على هاي صح، ولا راح تخلي على هاي جواها صح. ليش؟ لان هاي جواها كمبيوتر، راح تحت الكمبيوتر يلعب وياك. يعني انت جاي تلعب شفرة في الكمبيوتر، حرك جيشك او حرك العامل مالتك يبني بيه. فانت ليش تخلي الكمبيوتر يلعب وياك؟ انت تلعب وحدك وتتحكم بالجيش مالتك. حبايبي لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اي استفسار عندك كتبه بالتعليق وانا راح اجاوبك عليه ان شاء الله. نرجو الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو حتى توصل لك الفيديوهات الجديدة عن اللعبة. يلا راح اشترك بالقناة حبيبي، وشكرا للمشاهدة. كان معكم احمد الملي.